10 بار. نعم يجي ضغوطات 10 بار 16 بار 25 بار بالطلب. اوكي عندنا مقاسات من 60 لتر لحد 5000 5000. نعم 10 بار. وعندنا السبير بارت اللي هو الداخل تبع الداخلي موجود متوفر. اوكي هذا فلوت فالف محبس عوامة إذا كان الخط جاي من الخزان من تحت. تمام. فأنت بتفك هاي الفلو العوامة توصل بايد مصبوصة لا على الخزان وبيصير يتحكم في المحبس الكبير يديك فلو. يجي مقاسات برضه من 2 بوصة لحد 12 بوصة. الشاشات أنواع مختلفة. بلان تايكو عندنا كي فاكتور 14 اكستندد كفرج اي اس اف ار كي فاكتور من النوع المطول في القراءة 17 بندل والله أنا بصل بيتي 15 من سايد وول اكستندد كفرج مزبوصة عندنا ويندو سبرينكلر رشاش خاص جدا الزجاج الغير مقاوم للحريق فهذا سيستم يخليه مقاوم للحريق السكيورتي الشاشات أمنية من السجون والمساحات النفسية من ESFR كيفاكتور 17 كيفاكتور 25 ESFR نوزلز للدلوج سيستم هذا برضو ويندوز سبرينكلر زي هذا بس كونسيل كروم ووايت وفي عندنا بلاك جاي في القريب هذا دراي سبرينكلر للثلاجة للركب بندل يكون هاي الجزء برا الساندويش بانل وهذا اخترق الساندويش بانل وبدخل جوا عشان ما يتجمد المي وهذا معبى نيتروجين يكون مضغوط نيتروجين فأنت ما بتضطر تحتاج لسيستم ديلوج هذا بوفر عليك في المناطق الصغيرة يعني عندك رشاشين ثلاثة خمسة وحل لك بيجي أطوال يعني بيجي أطوال حسب سماكة الساندويش بانل يعني نفسه سايد وول إذا كان الخط جاي من جنب الثلاجة تخرج من الثلاجة من جنب وتاخذ نشر جيجي وانتر كندي موجود ثم ثيرموميترز محابس بولبارز الفتنج زي طبعا كثير الفتنج هذا المصنع مصنع ميك اللي هو ميدي كروم مصنع من 1970 يصنع الفريدد فتنج وبعدين صار يصنع محابس والتطور. Oh, okay.